أقرأ في كتاب البيوع من كتب الحنابلة، في أو شيء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل شرطان في بيع. نعم. نقرأ مثلا في بعض الكتب كامل على السبيل والزاد كذا، يقول مثلا مثل حال الحطب وتحسير. نعم. الحديث هذا لا يحل شرطان في بيع. نعم. كيف توجه الحديث؟ توجيه الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه. فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها علي بثمانية نقدا، فتنطبق المسألة على مسألة العينة. ومسألة العينة هي أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقدا، مثل أن يقول بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفا نقدا. هذه مسألة العينة وهي حرام سواء اتفق عليها قبل أم لم يتفق عليها. فيفسر هذا الحديث ولا يحل سلف البيع ولا شرطان في بيع على أن المراد بالشرطين بيع العينة. وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح، مثل أن يشترط على الرجل حمل البضاعة وتنزيلها، فإن هذا القول ضعيف. والصحيح أن الشروط لو جمعت ألف شرط وهي شروط معلومة ممكن الحصول عليها فإنها جائزة، بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد فهي داخلة فيه. ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام كثير لكن يؤيده حديث عائشة الثالث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق،